عاش والله عاش. ونجيبوها والله ما تروحي. مجرد ما تفعل البلوتوث على طول بطاقة هيئة والتذكرة تتفعل بالبوابة بشكل مباشر. يلا معاك. هذا مدخل الجمهور، وعشان ما يصير زحمة مكثرين الزيكزاق هذا اللي كذي رايح راد رايح راد، بحيث انك صج تمشي واجد بس ما توقف. أولي أولي. الرحمن قبل لا ندش الملعب توقعك بالصراحة. طبعا هذه ثاني مباراة المغرب نحضرها وثاني مباراة بس ما نحضر الصراحة. لا 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 يا جماعة خاين خاين في المغرب. إن شاء الله إن شاء الله المغرب إن شاء الله. مشاري توقعك كم كم؟ 2-0 1-0 منو؟ المغرب إن شاء الله. توقعك 0-0 بنتيات أهل المغرب. أوه هذا شنو حدك مقاطع العمل ها؟ شوف من تدخل هني البوابة خلاص ما في زحمة أبدا. تبي دورات مياه صراحة ما شاء الله تبارك نظيف مرتب. تبي تشتري شيء فاضي ماكو أحد لأن خلاص كل واحد يقعد مقعده بالضبط. أوه هذه رابطة منه؟ توقع رابطة الأسبان هني، وهناك الرابطة مالت المغربيين، وإحنا كرسينا بشركم ممتاز هني، كرسينا حلو فضل رب العالمين. هذا الملعب اسمه ملعب التعليمية، المنطقة التعليمية. باجي على المباراة تقريبا ساعة. هذه الكراسي كلها مالت ذوي الاحتياجات الخاصة، كل واحد عنده يعني مرافقة يقعد عنده. الأجواء توها تبلش الحين. طبعا الكويتيين أكيد دافعين بالأبل بي صح؟ أعرف سوالفكم أعرف سوالفكم إيه. اليوم فرحانين كل الكويتيين عندهم أبل بي. لا لا ملحن 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 ما يبع شوي ما في زحمة عادي. يلا ماشي. أقوى واحد يجي من المطار مباشرة إلى الملعب. عوافي موقعنا الحمد لله خوش موقع. ترى تحت المرة اللي طافت مباراة المغرب كنا تحت صراحة مو شيء ما تشوف عدل. هني الزاوية شوي مرتفعة. طبعا الملعب كله مكيف، شوف هذه فتحات التكييف كلها هني. هذا المذيع اللي قاعد يتكلم الحين. الحماس بالنشيد الوطني المغربي ها؟ هذا أكثر واحد متحمس اليوم، هذا المشاعر مليون. بيصير في شيء إذا خسروا. هذا أكثر واحد متحمس اليوم، هذا المشاعر مليون. بيصير في شيء إذا خسروا. لا مدار في لا
جيبوها يا لولاد جيبوها يا لولاد والله. الله 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 الله. الحين هذه المباراة بالتلفزيون هني الدقيقة 23 ونص، هني الدقيقة 24 ونص، تقريبا البث متأخر نص ساعة، نص دقيقة. الاسف البث متاخر دقيقه ها، بس قاعد اتابع. الله 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 الله. الشوط الاول الحين عاد بريك، ها شو تقولون شباب؟ الشوط الاول شوط لعبي، الشوط الثاني شوط مدربي، وكل الامل بش اسمه رجلاي وليد رجلاي. شو تقول؟ والله كان الشوط الاول ضغط اسباني، الشوط الثاني بيعكسون المغرب بتقوى ان شاء الله ان شاء الله. بس الجمهور اقسم بالله يستاهل، والله يستاهل الفوز. طبعا بالاستاد هذا في اكثر من مصلى، وقريب من كل مدرج مصلى مثل هذا اللي شفتوه ما شاء الله تبارك الله. يبون البلنتيات عندنا هنا. صل عليك يا رسول الله. ها ان شاء الله ان شاء الله مبارك لك اليوم ان شاء الله. لا تتوتر باذن الله اليوم مبارك لك ان شاء الله.
راح تفرح باذن الله. من خسرنا من الحاج الله بيموت. حد 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 ان شاء الله اليوم، ان شاء الله اليوم. طول بالك طول بالك. اي والله طول بالك. خلاص هي 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 هني هني البلنتيات هني. يا رب يا رب يا رب يا رب. بلشون المغرب. الحين يا جماعة عندنا مباراة ثانية في استاد لوسيل، لأن شوط إضافي ولأن بلنتيات طولنا حيل المباراة هذه، فإن شاء الله نلحق على المباراة الثانية. وبيني وبينكم بس في صوتك راح صوتي معود. وبيني وبينكم الأجواء اليوم بالمباراة هذه أتوقع ما بعدها أجواء، خلاص ما في حتى المباراة رحيلة الحين ما تحصيل حاصل. ايوه كريستيانو احتياط البداية عادي. لا بس أنا أتمنى سويسرا إن شاء الله اليوم تفوز. أنا أبي والله كريستيانو بس حركة السي بالملعب. برشلونة وين برشلونة وين مدريد؟
ما في مدريد. باي باي. وين اسبانيا وين؟ باي باي. وين اسبانيا؟ باي باي. يشوفون الاسبان اللي طالعين ويكلمونهم يقولون باي باي اسبانيا. الجاية الجاية برتغال. اوروبا. البرتغال ايش؟ عصر. العصر. العصر. اللي دويرهم. اللي طاح في المقلاة تقلم الكنيران. والله ما ادري ايش يقول بس شكله قوي. والله اللي وراي هذول بيسوون مشكله بيسوون مشكله والله والله الا مشكله اي والله ربحنا اسبانيا على البرتغال ربحوا واحد ثاني ان شاء الله اللي طاح بالمقلب شوف انا قاعد امشي لا لا هاتكي عندنا جمهور اسبانيا والجماعه يعطونهم شاو شاو وجيما كوكر سلام شكرا على الزياره باي باي مع السلامة شكرا على الحفظ ترى هم يقصدون منه يقصدون جمهور اسبانيا هذا ما جمهور هذا هذا شكرا على الزيارة you get tickets for next game you get tickets yes we have اسرع ناس نركض نبي نلحق على المباراة طبعا ما راح نحصل مباراة لولا صالح النعيم الله يجزاه خير قال امشي امشي سيارتي ووديكم ايش فيك زبده تعلق ترجع صدق سكرنا على رجلك هاي والله يا ليلي يا عيني يا صالح النعيم ايوه 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 كانوا مسلمين بضاعة وقفنا على الجنب نزلنا من السيارة ركبونا سيارة ليش السيارة هذه مصرح لها نزلنا عند الملعب لا والله بيض الله وجهك كل شيء والله مسكر الله يحفظك يا اخي والله يخجلونك والله ما ادري يمدينا ولا ما يمدينا بلشت المباراه وهذا احنا نمشي في درب يسمونه درب لوسيل باتجاه ملعب لوسيل اضخم ملعب في من ملاعب كاس العالم والله تحفة والله تحفة بس قاعد نسمع صوت الجمهور داخل البرتغال دخل جولين انا عاد ودي سويسرا تفوز بس ان شاء الله ها كيو 4 لا هناك كيو 5 انت ترى انت الشوط ها تشتري شيء صدق ايوه 105 الله اكبر يا الملعب هذا بين الشوطين طلع شلون داشين ينظفون الملعب وارضيه الملعب مع ان الارضيه يعني ما فيها شيء بس هذا كله اهتمام يا جماعة فرق كبير بأجواء المباراة ما بين العصر لما كنا حاضرين مباراة المغرب والمباراة هذه هني تقريبا كل الجمهور يسكت إلا وقت الهجمة بس شوف الجمهور كله
قاعد يردد رونالدو رونالدو، يبون يقولون حق المدرب نزل رونالدو. عترى صج يمكن النص اللي موجودين هنا جايين عشان رونالدو، ورونالدو ما لعب. اسم رونالدو لازم تعرف جوارديولا ايام برشلونه مع ميسي يقول هذا اللاعب ما اطلع دقيقه ما اريحه لان الجماهير فيه عشانه، فلازم غصبا عليه يلعب 90 دقيقه كامله. يعني شوف هذا مثلا ما راح يتزوج ولا كريستيانو ولا كريستيانو مسكين. اسمع الصوت يبون تعرفون اكثر واحد مستمتع بالمباراة هناك رابطة البرتغال، ركزوا على هذاك قاعد بين البرتغاليين الله يسعده مستمتع. شوف 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 هذا يا جماعة درب لوسيل الساعة 2 بالليل طالع كنا بعد صلاة العشاء ها؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا المباني هذه والأبراج هذه ترى كلها تم بنائها حديثا، هذه منطقة لوسيل بالكامل واستاد لوسيل كلها منطقة حديثة جدا تم بنائها بالفترة يعني بالسنوات الأخيرة. الساعة 3 بالليل تونا نسوي تشيك ان يا جماعة، متخيلين الديرة هني مو مال الفندق ابدا. لا تشيل هم الفندق لان طول يومك فرارة. يمكن اليوم مشينا خطوات، هذا ترى توه بس 5000، هذا توه بالثلاث ساعات الاخيرة، ولا امس يمكن ماشيين 20000 خطوة.